هل يجوز مصافحة المرأة الأجنبية إذا كانت النية صافية؟ لا، ما يجوز مصافحة المرأة الأجنبية التي ليست من محارمك ولو كانت النية صافية. الشيطان حريص، نية طيبة لكن الشيطان نيته خبيثة، والمرأة فتنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما صافح النساء، إنما كان يبايعهن بالكلام لا بالمصافحة. قالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له، وإنما كان يبايع النساء بالكلام. نعم.